اهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجيت والجيت هاب. نستمر معكم بالتعرف على SourceTree، وقلنا ان هذه الاداة تستخدم وذلك من اجل القيام بتحويل الجيت التي قمنا بتعامل معها خلال الدروس الفائتة عن طريق الكونسول. سوف نقوم بتحويلها الى GUI Graphical User Interface، فنقوم بالاستعلام على الاوامر التي تعلمناها وذلك مثلا عن طريق الضغط على ازرار معين. لنقوم ببعض الامثلة وذلك للتوضيح، فهنا مثلا قمنا بربطها على Local Repository ونقوم بالذهاب اليه ونراه على هذا الدايركتوري. فمثلا على سبيل المثال اذا قمنا باضافه ملف ليكن مثلا عبد الله، فهنا نرى كيف انه يوجد ملف لم نقم بعد بادخاله الى staging area، فهو untracked and staged. فهنا استطيع القيام باضافته ثم بالضغط على add، فنرى هنا كيف اصبح هنا في هذا المكان. نقوم بالضغط هنا على remove فيعود الى unstaged file، وهنا نرى مختلف الاوامر التي استطيع القيام بها، مثلا add remove وايضا ignore، وذلك من خلال اضافه على get ignore file. دعني اقوم مثلا باضافتها، فهنا قمنا بالاضافه وهنا استطيع القيام بالكومنت، فاقوم بكتابه الامر المناسب لنقول مثلا بهذا الشكل، نقول كومنت. اذا قمنا بالاستعلام على الهيستوري فنرى هنا تمت الاضافه على الماستر بهذا الشكل، ونستطيع هنا القيام مثلا باضافه فروع ان شئنا. الآن دعوني أقوم بإضافة فرع يسمى developer بهذا الشكل، نقول create branch فنراها بهذا الشكل. تمت الإضافة وأنا الآن فعليا موجود على الديف. أستطيع القيام بالانتقال إلى الماستر بهذا الشكل، تمام. فأستطيع القيام بالإضافة والتعديل وذلك كيفما أشاء. مثلا أنا الآن موجود على الديف، نقوم بالذهاب إلى الworkspace ونقوم هنا مثلا بإضافة فايل جديد بهذا الشكل، ونرى هناك كيف نستطيع القيام بالإضافة، تمام. فإذا قمنا بالاستعلام نرى كيف تمت الإضافة على الفايل الجديد وذلك نسبة إلى الفرع الديف. وهنا نرى كيف نستطيع القيام بهذه العمليات بسلاسة وسهولة دون أي مشاكل، ونستطيع القيام باستخدام التيرمينال إن شئنا، فنستطيع القيام بفتحها والتعامل مع الأوامر كما قمنا بذلك سابقا. وأيضا نستطيع القيام بالاستعلام مثلا إذا أردنا على سبيل المثال القيام بحذف ملف أو القيام مثلا بتجاهل بعض الملفات. فعلى سبيل المثال مثلا دعوني أقوم هنا بالتعديل على هذا الملف، وسوف نقوم بإضافة ملف جديد لنقوم بتسميته مثلا ALH software. فهنا سوف نرى كيف أن هناك تعديل على إحدى هذه الملفات وهناك ملف جديد. إذا قمنا مثلا بحذف هذا الملف والذي هو عبدالله 2، فنرى هنا كيف أن الملف تم حذفه. سوف نقوم بإضافة هذه التعديلات هنا، وبالنسبة لهذا الملف على سبيل المثال سوف نقوم بتجاهله، فنقوم هنا بالضغط على ignore، قم بتجاهل هذا الملف والذي هو بهذا الاسم، فنرى كيف تم إنشاء الـ git ignore. نقول إضافة، تمام. وبعدها نسبة إلى الكومنت نقول مثلا سوف أقوم بالذهاب إلى الماستر ونقوم هنا بالكومنت على هذا الفرع، فنقول هنا بهذا الشكل. فإذا قمنا هنا بالاستعلام نحن موجودون على الماستر هنا عند الإضافة الأخيرة، وهنا التعديلات التي قمنا بها وغيرها من هذه الأمور. إذا بهذا الشكل نستطيع القيام بالاستعلام كيفما نشاء، وأيضا نستطيع القيام مثلا باستخدام الريفيرت والريسيت التي تعلمناها خلال الدروس الفائتة. فمثلا هنا نستطيع القيام بالاستعلام، على سبيل المثال إذا قلنا reverse command معنى ذلك قم بالتراجع عن هذا الأمر وهذا الكومنت. وهنا مثلا سوف نقوم بالتراجع عن هذا الأمر، نقول yes، فنرى هنا كيف قمنا بالتجاهل وقمنا بحذف هذا الملف بهذا الشكل. ونستطيع أيضا القيام بالذهاب إلى فرع معين، وهنا إذا قلنا check out قمنا بالذهاب إلى هذا المكان ونرى هنا كيف هذه الإضافات موجودة والملف عبدالله الذي قمنا بحذفه قمنا بإعادته. ولكن إذا قمنا بالعودة هنا إلى الاستعلام الأخير فنرى كيف أن الملف تم حذفه مرة ثانية. إذا بهذا الشكل أستطيع القيام بالاستعلام عن هذه الأوامر، وأيضا أستطيع مثلا القيام بالذهاب إلى هذا المكان وحذف جميع الكوميتس التي تأتي بعدها. سوف أقوم بجعل هذه الريسيت نقطة العودة، نقول هنا ريسيت، وهنا نستطيع القيام بالاستعلام. فإما نقوم باستخدام هذه الفلاج التي تعرفنا عليها السوفت الميكس الهارد، لنقول مثلا هارد يس،
فهنا عدنا إلى هذا المكان وتم حذف جميع الكومنتس التي تلي هذا الأمر. في هذا الشكل نستطيع القيام بالاستعلام عن مختلف هذه الأوامر، وذلك بشكل مشابه ومطابق لما تعلمناه خلال الدروس الفائتة باستخدام الكونسول. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.